مساء الفل، مساء الجمال، مساء الصحة والسعادة على حبايبي أحلى ناس في الدنيا. يا رب بتكونوا جميعا بخير وفي أحسن صحة وفي أفضل حال. النهاردة يوم السبت، يعني أيوة يا فيفا، مفيش لحوم، مفيش فراخ، مفيش سمك، أكلاتنا كلها هتكون نباتية. بس عايزة أقول لكم أكلات النهاردة هتأكل قوي، إنها فعلا كل طبق فيها أحلى من اللي قبله واللي بعده. فاستعدوا، الحلقة النهاردة حلوة جدا، ده بالإضافة طبعا لي فقرة جمالك من مطبخك. النهارده محضره لكم ماسكين الاثنين احلى من بعض، هيخليكي ورده مورده من غير اي تكاليف. فاستعدوا لحلقه حلوه جدا، بعد الفاصل استنونا. مبسوطة قوي ان حلقة السبت اللي فات حلقة بيض بس افكار مختلفة. انتوا عارفين البيض اساسي عندنا في الفطار، بس الحمد لله مبسوطة ان انتوا لقيتوا ان فيه يطلع منه افكار مختلفة وطبق رئيسي. يعني في ناس بتقولي احنا النهاردة اتغدينا الطبق اللي انت عملتيه البيض بالتركي وحمرنا جنبه بطاطس. ايوه كده، التغيير مطلوب يا جماعة. بصوا، لا معدتنا ولا جبنا مشي يستحمل ابدا ان احنا ناكل لحمه وفراخ، ولا صحتنا كمان. فلازم نكون من وقت للتاني معتدلين في اكلنا. حلو قوي النهارده مثلا ما نعمل اكلات نباتيه. عايزه اقول لكم النهارده محضره لكم، بقول لكم كل طبق احلى من اللي قبله. اول طبق معايا هيكون قرنبيط. بس قرنبيط ايه؟ قرنبيط هتاكلوه ولا الفراخ ولا اللحمة، من طعامته وحلاوته طبق رئيسي كده يتحط على السفرة مليان صوص حلو جدا، وكمان معاه شوية خضار والتقديم شوية رز ابيض. تعالوا اقول لكم هنعمله ازاي. قرنبيط، هتقولي يا فيفا ما فيش قرنبيط دلوقتي، في قرنبيط فروزن اللي هو مجمد عادي وبيكون حلو جدا. في دقيق ونشا، ملح وفلفل اسود، بابريكا، ثوم بودرة، وهحتاج بقى ثوم مفروم، فلفل الوان مكعبات، وبصل مكعبات، وصويا صوص فاتح وغامق، وكاتشب، وتشيلي صوص. وهقولك ايه اللي هتحسي كده ان كده كتير يا فيفا، هقولك ايه التشيلي، وملح وفلفل اسود، وتوم بودرة، بصل بودرة، وشطة، وخل، ومعلقة كبيرة نشا، ومية، وكمان ممكن نحط له معلقة سكر او معلقة عسل ابيض. تاني هعمل ايه؟ هجيب القرنبيط، ماشي، هجيب القرنبيط واحط له دقيق ونشا وملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم بودره، وهحط بقى فلفل الوان مكعبات مع الاكله، وبصل كمان ويزن لما يكون احمر، وتوم مفروم، صويا صوص فاتح وغامق، ميكس كده ما بين الاثنين، وكاتشب، وتشالي صوص، وملح وفلفل اسود، توم بودره، وبصل بودره، وشطه، وخل ابيض، ومعلقه كبيره نشا، وميه، وللتقديم زي ما قلنا شوية رز. طيب انا هنا عندي الطاسة سخنت، احط لي شوية زيت كده مش كتير، واروح اجيب بولة بقى علشان اقلب فيها القرنبيط الحلو بتاعي ده واتبله. طيب اول حاجة كده، بصوا بقى القرنبيط اروح جايباه اهو زي ما قلت لكم، سواء فروزن او فريش هنسلقه. لو هو فريش هنسلقه، لو هو فروزن خلاص هو جاهز معايا. حطي بقى عليه توابل حلوة طعميه، خلاص. مبسوطة جدا كمان الناس اللي اصلا اللايف ستايل بتاعها ان هي بتاكل اكل نباتي بس، ما بتاكلش اي بقى لحوم فراخ ولا اي حاجة من الحاجات دي. مبسوطة جدا ان يوم السبت ده بقى عندهم مقدس. يعني يقولوا لي يا فيفا لازم نتابع يوم السبت ده علشان نخرج بيه بوصفات لباقي الاسبوع، لان هم محتاجين تغيير كمان كتير. لان يعني احنا مثلا يوم عندنا بالنسبة لنا يوم، لا هم كل الايام عندهم الاكل ده. فانتم متخيل اولا، يعني انا سواء مع او ضد يعني هم حرين، يعني انا شايفة الاعتدال في كل حاجة حلو، بس هم ليهم قناعات تانية يعني. ولكن هو حلو جدا جدا زي ما بقول لكم ان احنا نغير في اكلنا. طيب اروح اجيب بقى جوانتي علشان هقلب ايه الزيت عندي هنا بيسخن، مش زيت غزير اهو، وهقلب ده كده. حطيت له ملح وفلفل اسود والتوابل بتاعتي وبابريكا وشطه والكلام ده كله،
خلاص، واروح اجيب ايه شويه دقيق بصوت كده، اعفر اعفر بس ماشي، وشويه نشا برضو اعفر واقلب كده. ليه بقى؟ عشان بس يقرمشهولي شويه ويديه تغطيه لما احطه في الصوص، ياخد الصوص كده وايه يتغلف بيه، ويديني كمان كثافه وتقل في الصوص بتاعي زي ما بعمل الفراخ. يا جماعه عارفين الفراخ السويت اند ساور هي كده زيها نفس الفكره. مش انا تبلته، انزل بقى في الزيت بتاعي اهو، وحاجه سهله وسريعه. القرنبيط طبعا مليان فوائد رهيبه، ولو الاولاد يعني عايزه اقول لكم فكره القرنبيط كمان هو مظلوم معانا، ان احنا بس بنعمله ايه، بنعمله بس مقلي، لكن هو زي ما انتوا شفتوا معايا القرنبيط ليه وصفات ياما ياما، يتشكل منه ويتعمل منه حاجات كتير قوي اهو. خلاص دي انا كده مش عايزاها، تعالي اروح اعمل ايه بقى هنا على جنب بقى، لحد ما هو على طول انا هقلبه هياخد لون، هبدا اقلبه مش هياخد وقت معايا، لحد بقى ما هو استنى اجيب المسك الصغننتي، لحد ما هو بس ياخد لون معايا. بصوا بصوا اهو بياخد لون ويبقى ايه سنه كده مقرمش من ايه، من الدقيق والنشا بس كده، ما حطيتش اي حاجه تانية. والتوابل طبعا اللي انا حطيتها له هي اللي هتطعمه ايه، واقلب بقى كل ده. عشان كده بقول لكم بصوا بصوا اللون اللي اخده، بقول لكم بقى لحد ما اسويه اروح ايه راحه على الوك الثانيه عندي هنا، وعامله بقى الصوص الخطير اللي هاخده من هنا انزله فيه، اللي هو عباره عن ايه بقى، شويه زيت زيتون او اي زيت عندي، واروح منزله فيه الثوم اهو. طيب يا فيفا، هو انت قايله صويا صوص فاتح وغامق وتشيلي صوص وكاتشب، لازم كل ده؟ لا مش لازم كل ده، انت ممكن تعملي صويا صوص فاتح وبس وتكتفي بيه، ممكن تحطي كاتشب وهنحط معاها ساعتها معلقه عسل ابيض، ممكن تستخدمي التشيلي صوص وتشيلي الكاتشب زي ما انت عايزه، في ايدك يعني وبسيطه، انت بتظبطي الطعم. يبقى اذا مش لازم، انا حاطه الحاجات دي لان انا عايزه طعمه كده يكون مميز ومختلف. طيب لو انا عندي صويا صوص غامق، حطي يعني حطي عليه 3 معالق كبيره ماشي، وبعدين حطي في كوبايه كده خففيه بيه ميه، وبعدين حطيه هو هو. انا دايما بفضل ان انا استخدم الفاتح، ولو انه بيخلص الازازه معايا بسرعه، بس انا بعرف اظبط بيه اكتر علشان هو حادق خلي بالكم، فالغامق مركز اكتر. فانا هنا هتلاقوني حطيت معلقه بس عدلت بيه الطعم، ليه؟ علشان ما اخدش، واللون عشان ما اخدش كتير من الفتح، زي ما بقول لكم لما بستخدم الفتح بيتشطط. بصوا خلاص اهو الثوم، ابدا بقى انزل ايه الفلفل الالوان بتاعي والبصل، طبعا لو عندكم جنزبيل فريش هو حطوه برده، من الحاجات اللي تبقى حلوه جدا. وزي ما متفقين بصوا انتوا كده بقول لكم سويت اند ساور. طيب احنا متفقين الخضار اللي بيبقى في الحاجات الصينيه والاكلات الاسيويه بيكون مستوي؟ لا، بيكون ايه؟ بيقرش. يعني ايه بيقرش؟ يعني ليه مدغه، يعني قرشه كده، اما اكله اسمع صوته. ما ينفعش اعمل ابدا الخضار الاسيوي او الاكلات الصينيه اللي احنا بنحبها وبناكلها من بره يكون الحاجه دبلانه، البصل عندي دبلان، الفلفل دبلان، لا لازم كده يكون ايه في قرشه. تعالوا تاني نقلب هنا، نحط دي على النار ونقلب القرنبيط بتاعنا كله كله، لازم اقلبه ياخد لون وتحميره من كل جنب.
طب يا ديدا ليه ما قلناهوش في زيت غزير؟ مش محتاجه، انا محتاجه ان انا اسويه صح، ومش محتاجه القرمشه في حاجه. امال ليه حطينا دقيق ونشا؟ علشان يستحمل معايا الفه في الصوص. يبقى ليه بحتاج ده؟ علشان يستحمل معايا الفه في الصوص بس كده. تعالوا بقى هنا كمان نحط ايه، شويه التوابل الحلوه بتاعتنا، شطه، بابريكا، ثوم بودره، وبصل بودره. وعندنا هنا بقى بصوا ده الصويا صوص الفاتح ماشي، وده الصويا صوص الغامق. فهاخد ايه؟ معلقه اهي. ليه بقى؟ خلاص كده انا ظبطت الدنيا، كنت هحتاج اكتر. وادي التشيلي صوص معايا، وادي الكاتشب كمان، وممكن زي ما قلت لكم احط معلقه ايه، عسل ابيض. انا حطيت تشيلي صوص بس ممكن كمان احط معلقه ايه، عسل ابيض اهي معايا. هدي بقى ده اهي، هيك كده هتظبط لي الطعم قوي. وبرده طبعا رشه ايه، الملح، رشه الفلفل الاسود. طيب انا هنا هحط نشا، طب هحطه في ايه؟ لازم ادوبه الاول بره. حاضر، هدوب النشا اهو في بس ايه، تلت كوبايه ميه، علشان هنا يبقى عندي صوص واربطه، فاهميني؟ وهنا كمان عندي القرنبيط خلاص ياخد اللون اللي انا عايزاه، نطبقهم بقى ونشوف هنقدمهم ازاي بعد الفاصل. ايه استنونا. انا خلاص عندي القرنبيط هنا اخد اللون التميم اللي انا عايزاه ماشي، وعندي هنا كمان اهو الخضار تمام. هحط فيه ايه بقى دلوقتي؟ النشا بالميه اللي انا مدوباهم. هلاقي عندي بقى ايه، الصوص بدا يتقل، هو ده اللي انا عايزاه. عايزه يبقى فيه صوص بس، ويكون صوص حلو ويكون تقيل، زي كاني بقول لكم بعمل فراخ سويت اند ساور بالظبط، بس بعملها بايه، بالقرنبيط. عندي هنا القرنبيط اساسا دلوقتي يتاكل. بصوا الحته الصغنونه دي، الله الله. على فكره احنا بنظلمه لما بنعمل فيه ايه، هقول لكم والله تحفه، بنظلمه لما بنغطيه بدقيق وطبقات ونزله في الزيت. ده هو كده اساسا طعمه خطير، والشطه بقى باينه فيه، ومتبل التتبيله صح، ملح وفلفل اسود وثوم بودره وبصل بودره وبابريكا. بصوا طعمه حلو قوي قوي قوي. شايفين الحته الملسوعه دي؟ يا سلام يا سلام، بيقرمش. اعمل ايه انا ايه بقى دلوقتي؟ اعمل ايه انا ايه بقى دلوقتي؟ مفيش اي زيرو تركيز. اهو هبدا ايه، اول ما يبدا يتقل يعني يغلي، اروح حط على طول ايه، القرنبيط بتاعي. تعالوا بقى زي ما اتفقنا، انا قلت لكم هقدمه مع ايه، الاكله دي حلاوتها تتقدم مع رز ابيض، تليق قوي 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 مع رز ابيض. رز ابيض عادي خالص مفلفل، ما فيهوش اي حاجه. حاضر اهو، شايفينه كده، رز ابيض ما فيهوش اي حاجه، مفلفل، واحنا بنسوي الرز بتاعنا يعني بمنتهى السهوله، الرز الابيض لا بشعريه ولا باي حاجه خلاص. وبسويه وبقدمه جنب الاكلات الحلوه دي. عندي هنا خلاص بدا اهو يبقبق، اروح منزله فيه ايه، كلها
ما فيهاش زيت اساسا، خلوا بالكم انا كنت بحمر ولا حاجه صح. وابدا بقى ايه اقلب كده من تحت لفوق، ليه؟ عشان اغلف القرنبيط بتاعي من غير ما اهريه، واخدين بالكم اهو. واسيبه برضو على ايه نار شويه، هلي بقى اتغلف واخد طعم. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. على فكره مش محتاجين نكون صايمين ولا نكون نباتيين ولا محتاجين ان احنا نكون مفيش في البيت فلوس كفايه علشان نعمل اكلات نباتي. الثقافه دي بقى خلاص يا جماعه احنا كبرنا عليها من زمان. حته الناس تقول علينا ايه اصل احنا ناكلش، لا 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 لا، احنا بناكل كل حاجه واي حاجه ومفيش اي مشكله. لو حد جه لقيكي عامله الاكل زي ما نقول قرديحي، ده مش قرديحي يا جماعه، ده مش، ده تغيير. هو مين ميزانيته تستحمل لحمه وفراخ كل يوم؟ مين معدته تستحمل لحمه وفراخ كل يوم؟ مفيش اي حاجه كده اصلا. اهو خلاص انا كده عندي. الله الله الله، بصوا بقى مين يقول ان ده قرنبيط؟ شكله ايه؟ شكله خالص خالص واحنا شايفينه كده فراخ سويت اند ساور، فراخ مقرمشه محطوطه في الصوص بتاع السويت اند ساور، بس كده. تعالوا بقى نحطها جنب الرز الابيض ويبقى كده احنا خلصنا ايه اول وصفة. بصوا بقى اهو، حد يقدر يقول للطبق ده لا؟ فيش. نرش بقى رشة السمسم، يعني لو موجودة تبقى حلو، لو مش موجودة خلاص. وطبعا البصل الاخضر بس كده. بس كده خلصنا يا فيفا، احنا خلصنا. ايه رأيكم؟ حلوة جدا ولذيذة جدا جدا. تعالوا نحطها. يلا والله عندي هنا ريحان وقع قدامي بالصدفة فطبعا مش هرحمه اروح واخديه واروح، الله ريحته خطيره، واروح حط. طب بذمتكم حد يصدق ان الطبق ده معمول بشويه قرنبيط؟ ايه الحلاوه؟ مبهج مبهج يا جماعه، لونوا في اكلكم. مش الاكل الحلو بس اللي مليان دهون ولا لحمه وفراخ بس ولا 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 ولا، ان هو لازم يكون متكلف ومع واقفين فيه 10 ساعات علشان يبقى واو وما حصلش، لا خالص. ده حلاوه كل الاكل ببساطته وروحك طبعا ونفسك الحلو، يعني دي احلى حاجه. طيب تعالوا بقى الوصفه اللي بعدها هتكون لذيذه جدا جدا زيها ومشابهه ليها مع اختلاف شويه حاجات. اولا هنعملها بالبطاطس مش بالقرنبيط، وبرده هتكون شبه اللي فاتت. طيب تعالوا اقول لكم المقادير بتاعتي عباره عن ايه. هستخدم بطاطس عادي اللي هي بتاعتنا، بس بقطعها وبغلفها في برده دقيق ونشا وبعدين بقليها. بس انا ايه اكتسبت يعني قلت اعمل الخطوه دي بسرعه ايه عشان بطاطس بتاخد وقت في التحمير. خلاص بطاطس عاديه جدا جدا مقطعاها وبعدين عامله فيها ايه، مغلفاها بدقيق ونشا وبعدين منزلاها في الزيت تتحمر. وده ليه برضو؟ علشان لما احطها في الصوص ما تتهريش مني، تمام، وتاخد ايه طبقه بتاعه تشرب الايه صوص، وكمان علشان تدينا ايه شويه طول في الصوص. طيب هعمل ايه بقى؟ هستخدم ايه؟ ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم بودره، فلفل اخضر، وبصل جوليان، توم مفروم، جنزبيل مفروم، برضو شطه، صويا صوص فاتح وغامق. قلت لكم ليه انا بعمل كده. وويستشر صوص ان موجود، مش موجود شيلوه خالص. وكاتشب، ملح وفلفل اسود وزعتر جاف، توم بودره وبصل بودره. احنا قلنا توم بودره وبصل بودره، ده في الصوص ماشي. وشطه وخل ونشا ومي. بصوا هو نفس اللي فات، بس انا مزوده هنا ايه جنزبيل فريش وتوم. خلاص هو وكنا عاملين هنا البصل متقطع مكعبات، هنا استخدمت بس ايه برضو البصل، بس هنا استخدمت الفلفل الاخضر بس. شبهها بشكل كبير قوي قوي.
برضو يعني. بس هنا انا حاطه ايه الاضافه الزياده عليها، هو شويه ايه الجنزبيل الفرش. ادي شويه الزيت بتاعنا، وزي ما اتفقنا اي زيت عندنا هم دايما يقول لك زيت السمسم حلو، طبعا زيت السمسم، بس يعني لو مش موجود خلاص. طبعا هو بيقربنا جدا للطعم بتاع بره زيت السمسم. عايز اقول لكم اول ما الجنزبيل ريحته تطلع، طب يا فيفا انا ينفع اشيل شويه الجنزبيل دول واحط مكانهم جنزبيل بودره؟ ما ينفعش، هيمرر معاكي. لو حطيتي لي كل الكميه دي بودره هيمرر معاكي خالص. مش كل الفريش ينفع يحل محله ايه المجفف. الله بقى ريحه الجنزبيل والثوم مع بعض حلوين قوي قوي. بيقول ان احنا هناخد اكله حلوه. وبعدين برضو اروح حاطه البصل، وحاطه ايه الفلفل اهو. وزي ما اتفقنا ما بيتبلوش قوي، ما بيستووش، بيكونوا بحالتهم الصحيه، مش مهريين. حالتهم الصحيه، حالتهم الصحيحه مش مهريين، مش دبلانين. بس كده ما نسويهمش كتير. وبعدين بقى ننزل بايه، احنا هنا تبلنا تاني، انا هنا تبلت البطاطس بتاعتي بملح وفلفل وتوم بودره وبصل بودره وبابريكا، تبلتها ودقيق زي ما عملت بالظبط في القرنبيط. ماشي. طيب هنا بقى هحط برضو ادي ايه توم بودره، وادي البصل البودره، وادي الشطه البابريكا سوري، وادي الشطه اختياري طبعا يا جماعه. طب انا هغصبكم على حاجه، وادي الصويا صوص الفاتح، وزي ما اتفقنا باخد معلقه واحده من الغامق، لان زي ما قلت لك لو استخدمت كل الكميه دي يبقى شكرا انا الازازه ما بتقعدش معايا خالص. وادي ايه التشيلي صوص، وادي زي هي اللي فاتت. وبرده ممكن هنا اروح حاطه برده معلقه عسل واحده بس كده، وبرده ادي الملح، حاجه بسيطه خالص. انتوا عارفين الاكل الصيني مش بيحطوا ملح خالص، بيعتمدوا على الصويا صوص بس، هما بيحطوها بقى كتير وغامقه فهم ما بيحطوش ملح خالص. ماشي. تعالوا برضو نروح جايبين عندنا هنا ايه معلقه النشا، وبرضو حاطين شويه الميه اهي. عايزه اقول لكم دي بقى بتتعمل ساندوتشات البطاطس دي رهيبه، مش كده وبس، كمان عارفين عيش التورتيه لو اتحشت يا نهار ابيض على الحلاوه، بتبقى حلوه جدا جدا، بتتحط في فينو بتبقى حلوه قوي قوي، هتعجبكم جدا. بصوا هو البطاطس المحمره لو ايه هتتاكل، لو ايه هتتاكل، بس تخيلوا معايا كده فيها اضافه الحاجات الحلوه دي. في مين بقى هيقول لها لا، ولا يقول لك انتي ما عملتيش اكل؟ لا 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 لا، لون الاكل التحبيشه بتاعته كده هتخليهم حقيقي حاسين ان في ايه النهارده اكل ايه مطاعم. واروح بقى اهو شويه البطاطس اللي عندي نزلتها يما كل حاجه. وبعدين هروح بقى مقلبه، وزي ما اتفقنا بقلب ايه كده من تحت لفوق، وده ليه؟ علشان مهريش الحاجه عندي اهي، من تحت لفوق بقلب، خلي الحاجه كده ايه ببركتها مش مهريه اهو، وهي هتستحمل معاكي عشان احنا مدين لها القلي بتاعها. الله على الريحه،
مدين لها القلي بتاعها في ايه؟ في شوية دقيق ونشا. طيب تعالوا بقى كل ده اهو، وده عشان هقدم بيه. بروح اجيب طبق، يلا بينا. وخلاص هنقدمها اهي. احكولي بقى على الطعم. زي ما بقول لكم ساندوتشات مش هتقول لا، تتاكل كده مش هتقول لا. ماشي، يبقى احنا عملنا بنفس المقادير طبقين، بنفس المقادير بتاعتنا طبقين. ماشي اهو، وده كمان خلص. هعمل ايه بقى؟ هروح فاصل ارجع اوريكوا حاجتين برضو بسرعة جدا جدا، الاتنين اسهل من بعض، وكمان عايز اقول لكم تركيبة كده من التركيبات اللي بحبها قوي، فاستنونا. طيب احنا عملنا ايه؟ عملنا بطاطس. طب هل يجوز نعمل بطاطس وبعدين عاملين خطيرة قوي، ما نعملش جنبها طبق مكرونة كده حلو طعم لذيذ مختلف؟ عايز اقول لكم بحب قوي قوي المكرونة بالبتنجان، ولما كنتوش جربتوها قبل كده انتوا لازم تجربوها، بسيطة وسهلة ومختلفة وطعمها حلو جدا جدا. تعالوا لكم مقادير بسرعة عشان عندي لسه فقرات كتير. بصوا انا هستخدم ايه في مكرونه البتنجان؟ زيت زيتون، فصوص ثوم، نص كيلو طماطم متقطعه مكعبات وسط، ملح وفلفل اسود. ماشي، بتنجان مدخلاه الفرن مش قلياه، خلاص قطعته ورشيت عليه رشه زيت زيتون ودخلته الفرن، بحبه كده يبقى فيه تح مش غامق. وبعدين مكرونه اي نوع مكرونه عندنا، وبشيل نص كوبايه ميه من السل، ويا سلام ريحان شويه جبنه، يعني هي المفروض بارميجان، بس طبعا انا اي حاجه فيها بارميجان بروح شايله البارميجان واحط جنبها بدلها ايه، اي حاجه عندي شويه جبنه رومي جوده اي لون شبه ايه البارميجان. طيب انا هنا حطيت شويه الزيت، ماشي، بحط فيهم ايه بقى شويه الزيت الحلوين دول؟ بحط فيهم الثوم كده على طول، واخلي الزيت بتاعي من ريحه الثوم. ماشي اهو ريحته تطلع معايا اهي اهي. اروح حاطه بقى الطماطم بتاعتي اهي. اول ما بحط الطماطم بقى شايفين بتنزل الميه بتاعتها ازاي؟ بعمل كده، انا عايزه اخد لون مش صلصه اهي. بسيبها بقى، هتعجبكم جدا، بسيطه وسهله وخفيفه خفيفه، ما فيهاش بقى صلصه، ما فيهاش، بسيطه. البتنجان كمان عشان اخليه بسيط الوصفة تكون صحية اكتر، انا حط شوية زيت صغيرين. البتنجان هنا بقول لكم قطعته ورشيته بس بشوية ايه زيت زيتون، ورحت مدخلاه فين؟ الفرن. طلع لي اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، ادي عندي اهي الطماطم، واتبلها طبعا بايه؟ بشوية ملح وفلفل اسود اهي. عايزين تحطوا توم بودره وبصل بودره، بس انا عاملاها خفيفه قوي. وطعم بقى هنا الطماطم مع التوم هو اللي مديني الشغل كله والحركات. بصوا في الوصفه اللي جنبنا هنا عندهم ايه؟ شطه. طبعا ايدي تجري عليها على طول واقلب. خلاص هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هحط البتنجان اخر حاجه اهو. بصوا بقى شايفين لما هي الطماطم بتطرى بتنزلي ازاي اهي الميه بتاعتها. احط بقى نص كوبايه من ميه ايه؟ السلق. بصوا بقى خدت لون اهو، شايفينه؟ استنوا اجيب لكم
معلقه اوريه لكم. بصوا اخدت لون طبيعي بسيط هو ده، واسيبها بس ايه تغلي وبعدين ارجع لها تاني. تعالوا اقول لكم هعمل سلطه حلوه جدا لذيذه قوي، سلطه عدس بالمكرونه برضو. طبعا انتوا عارفين انا عاشقه لوصفات العدس اللي بجبه، بحبها قوي، بحب ادخلها في وصفات كتير. عملنا منها سلطات كتير، سلطات كتير من العدس بالجبه، ولسه عندي سلطات تانية وتانية. يعني العدس بالجبه ده يا جماعه مصدر بروتين رائع للناس النباتيه. طيب انا هعمل ايه؟ عدس اسود مسلوق عادي جدا، شويه ملح، كمون، فلفل اسود، براحتك. هنصفي الميه. مكرونه سباجيتي او اي مكرونه انت عايزاها متكسره، فلفل احمر مفروم مسلوقه طبعا، خيار مكعبات صغيره، وهعمل لها صوص. الصوص بقى بتاعها هو اللي هيربطها بقى. 4 كوبايات زبادي ماشي، ونص كوبايه مايونيز، شبت، ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود، ويا سلام يا سلام لو على الوش شويه عين جمل بقى، وشويه بابريكا، وشويه رشه شبت. تمام، عدس، مكرونه، عارفه الكشري بس هنا بقى شبه مكوناته قوي. طبعا ما بنحطش خيار على الكشري، ما بنحطش شبت، عين جم، بنحط توم، هي بس شبه مكونات الكشري بس على حاجه صحيه قوي. طيب تعالوا نحط يلا المكرونه، طبعا سلقينها عادي جدا في ملح وميه اهي عندي، طبعا من 8 ل 10 دقايق زي ما حافظين وعارفين. وانزل بقى بالعدس المسلوق عندي. طبعا كتروا العدس عن المكرونه، احنا بناخد نشويات ونشويات صحيه كمان، بس احنا عايزين بروتين. وعندي اهو الشبت زي ما اتفقنا، وعندي الفلفل، ممكن احط طماطم، وعندي الخيار. خلاص كده، واروح بقى اعمل الصوص بتاعي. انا عندي هنا بصوا طماطم بتغلي ازاي. اعمل بقى الصوص بتاعي واحطه عليها. سهله سهله سهله. ادي الزبادي، طبعا النسبه الكبيره هنا زبادي، النسبة الكبيرة هنا زبادي، ومايونيز اهو نص كوباية، والثوم، وادي عندي رشة البابريكا اهي. تعالوا كمان نحط طبعا ملح وفلفل اسود معانا اهي. نتبل بقى، احنا هنا بنتبل كل السلطه، بنملح كل السلطه، نقلب، ممكن نحط زيت طبعا اللي بنحبه، زيت زيتون طبعا بيبقى احلى حاجه للسلطه. بس كده بس كده، ونروح رايحين على السلطه بقى بتاعتنا ومنزلين كل ده عليها ومقلبينها. ميكس هتتبسطوا بيه جدا. تعالوا نقلبها خلاص ونقدمها. يلا سعيد بعد اذنك. خلاص كده اهو نقلب. بصوا بقى الالوانات، شايفين حتة حلوة جدا 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 اهي. وحاجة كده يا جماعة، وصفة كاملة يعني، دي مش سلطة، دي تعتبر وجبة غدا، فيها البروتين، فيها الخضار، فيها كمان النشويات، بس كمان بشكل صحي جدا اهي. بس كده بنحطها في الطبق. تعالوا هنا هحط بقى المكرونة بتاعتي. يلا اهي، وهقلبها. بصوا بقى لونها، بصوا لونها وحلاوتها،
بسيطة جدا صح؟ بس طعمه قوي 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 هتعجبكم جدا. وكمان هحط شوية بتنجان اهي. الله الله الله، اخدت معاكي ايه دي بقى؟ مكرونة النو تايم، مفيش اي حاجة يعني هو البتنجان على فكرة يعني ممكن نعمله ونحمره زي ما قلت في الفرن لحد ما تسلقي المكرونة بتاعتك، مفيش فيها حاجة صعبة ولا تاخد وقت ولا محتاجة تكلفة خالص. طيب هجيب الطبق بتاع السلطة احطه لحد ما المكرونة كمان خلاص تطلع لي. طبعا حلاوة السلطات دي انها تقعد في التلاجة كده شوية. اتفرجوا على الصوص دلوقتي وطعمها دلوقتي، واتفرجوا على الحاجة دي لما تقعد في التلاجة حبة، لا بتكون حاجة تانية. وعلى فكرة من احلى الصوصات اللي بحبها الزبادي مع المايونيز. تعالوا بقى هنا شوية شبت، حاجة بسيطة اهي. بصوا العين الجمل عايزين تدولها تحميصة بسيطة كده بزيت، بس انا ايه لا افضل. ليه بقى؟ انا عايزين ناكل حاجة صحية بقى قوي. طبعا شجرة الريحان بتاعتنا، مفيش نعناع النهاردة عندنا، ريحان هريكوا ريحان بس كده. ونقدمها، وكمان مكرونة عندي هنا خلصت وهقدمها. يلا بينا، ادي المكرونة، بصوا لونها عامل ازاي، بسيطة يا جماعة بس طعمها هيعجبكم قوي. انا هنا ما حطيتش صلصة، انا اعتمدت على الطماطم ولون الطماطم لما نزلت. مش كانوا اربعة من كتير؟ لا كانوا تمانية. مشي احط باش بتنجان هنا تاني. وزي ما اتفقنا رشة الجبنة، زي ما قلتلكو هي المفروض تبقى بارميجان بس عادي جدا ممكن رشة جبنة رومي هتبقى خطيرة. الطبق ده تجربوه، عشاق المكرونة حبايبي احنا كتير كتير، اي طبق مكرونة بالنسبة لنا الدنيا وما فيها. اما النسبة اللي ما بتحبش المكرونة مالناش دعوة بيهم خالص يا رنا. تخيلوا تخيلوا ما بتحبش المكرونة يا جماعة، فايتها كتير قوي قوي. طيب احنا دلوقتي ايه، خلصنا المطبخ، خلصنا يا فيفا، هندخل على بقى ايه فقرة جمالك من مطبخك في الثلاث دقايق. انا ما بتهددش طيب النهاردة عندي الماسكات بتاعتي بسيطة جدا وسهلة، هقول لكم هي بتتكلم عن ايه. هي اغلبها او هما اتنين بيتكلموا عن توريد وتفتيح الجسم وتقشير وتوريد الشفايف. طيب طبعا احنا كلنا بنحلم ان بشرتنا تكون بشرة ايه موردة طبيعي، اهم حاجة تبعدي عن اي مستحضرات تجميل غير معلومة المصدر علشان هي رخيصة. انت كده بتضري نفسك جدا جدا جدا. ليه؟ ان الحاجات دي يا جماعة احنا منعرفش مصدرها ايه، متصنعة من ايه، ما عدتش على وزارة الصحة، فما ينفعش اشتري اي حاجة غير معلومة المصدر. طيب اول ماسك معايا هنا توريد وتفتيح الجسم، عبارة عن ايه؟ معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة لبن بودرة، ومعلقة كبيرة دم غزال، الله على دم الغزال ده حبيبي حبيبي حبيبي، ومية ورد. تاني معلقة كبيرة بودرة، معلقة كبيرة بودرة دم غزال، معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة لبن بودرة، ومية ورد. طيب هعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين معلقة كبيرة من كل حاجة واحطها
على المنطقة اللي عايزة افتحها واوردها. خلاص نص ساعة. خلوا بالكم الدم الغزال ده حب على طول بيعمل نتيجة فعالة اهو. وبربط شايفين ده بقى الرجلين يا جماعة. رائع 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 للرجلين. بعد ما تعمليها بعد زكير كده ماشي، تروحي واخدة حبة وحطهم، بس تكوني لابسة جوانتي في ايديك لانه فعلا بيعمل نتيجة حلوة جدا. خلاص وتغسلي رجليكي بعدها. حلو جدا جدا بسيط. نشا ما عنديش لبن بودرة، خلاص ما تحطيش نشا، دم غزال ومية ورد تمام. بصي نقطة منه حب اوريكي، بس بصي نقطة منه شايفة اهي. تخيلي لما تسيبيها شوية، انا مش هسيبها اوريكم بس النتيجة اهي. بصوا وانا ايه ما سبتهاش اهي، شايفينها طبعا لما بتتغسل بمية خلاص، وانا اهو ما سبتهاش اهو، كأني حاطة ايه في ايدي تنت شايفينه وردها. طبعا في فرق واضح. طيب نيجي للماسك اللي بعده، عبارة عن ايه ده بقى؟ للشفايف. الشفايف يا جماعة بتحتاج على طول الوقت ان احنا نحس ان شفايفنا ايه لونها روزي كده. انا بحب جدا طبعا قلت لكم من زمان ماسك العسل بالقرفة والسكر البني. هنا بقى هستخدم ايه؟ باكت جيلي فراولة مش خسارة فينا، وبرده قرفة وزيت جوز الهند. خلاص زيت جوز الهند طبعا سايح علشان احنا في حر. ده الترمومتر بتاعي اعرف احنا في الشتاء. خلاص الشتاء جه احس اشوفه اتجمد، احنا كده لازم نشتي. اول ما يسيح اعرف ان الصيف جه، بس كده. وتخيلي ده بقى حطيه لما نعمله كده خليط وحطيه على شفايفك. رهيب 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 رهيب. مؤشر بيقشر الشفايف. مورد حلو جدا. طبعا ببل شفايفي بيه مية وبعدين بحطها. طبعا الناس اللي بشرتها حساسة يبعدوا عن القرفة تماما. بس كده لا، بس كده خلاص. ده للشفايف وده للرجلين. عارفين كده عايزة توردي رجليكي، عليكي كوعك عليكي وعلى الماسك ده. وهنا اهو ده ماسك بتاع الشفايف. عايزة اقول لكم بصوا 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 بيبقى رهيب. ولما ايدينا بتبقى مبلولة بقى يتحط عليها وبعدين ساعة ويروحي فرقة شفايفك. يا اتفرجي على الجمال، خطير خطير خطير. طيب النهاردة عملنا ايه بقى؟ كلها وصفات نباتية، كلها عملناها من غير لحمة وفراخ وطلعت زي ما انتم شايفين حلوة جدا. قرنبيط وبطاطس وسلطة عدس مكرونة ومكرونة بالبتنجين. وعملنا ماسكات جمالك من مطبخي، كانت لتوريد وتفتيح الجسم وكمان لتقشير وتوريد الشفايف. يا رب تكون حلقه يوم السبت عجبتكم. بكره ان شاء الله تستنونا في حلقه جديده، تلاقونا على قناه ناتين تي في، برنامجكم كل يوم اكله من واحده لاثنين والاعاده 7 صباحا. بحبكم جدا، بكون اتبسطتوا زي ما ببقى مبسوطه معاكم على طول. بحبكم واشوفكم على خير. باي باي.